فإن الحياة رغم صعوباتها وتحدياتها مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ولا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة طبيعية بلا أمل، ولولا الأمل ما ذاق طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما ضاع فلاح ولا حصد. حتى مع الإشراف على الموت قيل لأحد المسنين: ما لك تعنى بزراعة النخيل وقد لا تحيا حتى تأكل من ثمره؟ فقال لمن قال له ذلك: يا بني، ضاع من قبلنا فأكلنا، ونحن نضع ليأكل من بعدنا. الأمل شيء هام، حتى عد العلماء الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله من الكبائر. يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول سبحانه وتعالى في صورة سيدنا يوسف عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. غير أن الأمل بلا عمل أمل أعاج، لا يقوم على ساقين، إنما يقوم على ساق واحدة. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الأمل الحقيقي هو القائم على العمل المبني على الأخذ بالأسباب. وعندما مثلا ننظر في هذا الصحابي الذي جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أطلق ناقتي، أي أتركها بلا قيد ولا عقال وأتوكل، أو أعقلها، أي أقيدها وأربطها وأتوكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل.